لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. الظروف الخارجية لا تأثير لها على الإنسان المؤمن إطلاقا، ولذلك نرى داود النبي من جهة الظروف الخارجية والاطمئنان الداخلي يقول: إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. مطمئن على الرغم من كل الظروف الخارجية المتعبة. داود كان اطمئنانه نابع من قلبه من الداخل وليس من الظروف الخارجية. داود وقف قصاد جولياط، جولياط ده راجل جبار، مطمئن تماما إلى النتيجة، مش بينظر إلى جولياط في ضخامة جسمه، إنما بينظر إلى الله في محبة تدخله وفي نعمته العاملة. قال له: اليوم يحبسك الرب في يدي فأجعل لحمك طعاما لوحوش البرية. راجل واثق، واثق، أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أتيك باسم رب الجنود. واثق من الله الذي يعمل معه. إذا كان إنسان واثق من عمل ربنا معاه باستمرار يعيش مطمئن. وداود قال الحكاية دي مرة، قال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شيئا. ليه؟ لأنك أنت معي. واثق بوجود الله معاه، واثق بعمل ربنا معاه، مش بيبص لجولياط ولا بيبص للأعداء، بيبص لربنا، لأنك أنت معي. ده داود المطمئن اللي بيقول: وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. ده مرة قال: أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. طب وأكثر من شعر رأسك عملت معهم إيه يا داود؟ ولا حاجة، المزمار والقيصار والعشرة أوتار وبغني وأنا مبسوط مطمئن. ليه مطمئن؟ أنا مش هحاربهم. ليه؟ الحرب للرب. الحرب إيه؟ للرب، والرب قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. هنا بقى الإنسان المطمئن إلى حفظ الله، وأيضا الإنسان المطمئن إلى وعود الله. يعني الإنسان بيطمئن، بيعتمد على ثقته في حفظ الله وثقته في وعود الله. يعني أضرب لكم مثل من الأمثلة العجيبة في هذا الموضوع. إبراهيم أب الآباء صدر إليه أمر أن يذهب ويقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. راح يقدمه ذبيحة وهو مطمئن. مطمئن إزاي؟ مطمئن إلى وعود الله. ربنا قال له: نسلك هيبقوا عددهم زي نجوم السماء وزي رمل البحر، ومن إسحاق يدعى لك نسل. خلاص أنا مطمئن، حتى لو ذبحوا مطمئن إنه هيقوم من الأموات وربنا يديله منه نسل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. ده القلب الواثق، القلب الواثق بوعود ربنا، يعيش مطمئن باستمرار ويضع أمامه وعود الله تبقى سبب لإطمئنانه. وعود الله بيقول إيه؟ بيقول: أنا هو لا تخاف. بيقول: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بيقول: لا يقع بك أحد ليؤذيك. بيقول: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب. بيقول: لا تخف. وعود الله، وعود الله اللي بيقول: أبواب الجحيم لن تقوى عليه.
لما انت تكون واثق من وعود الله وجاعل وعود الله امامك تعيش مطمئن باستمرار، تحيا في حياة الاطمئنان، في حياة السلام القلبي. ولا يمكن ابدا انك انت تضطرب ولا تتضايق.